أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني لحضور مهرجان كأس جلالة الملك المفدى لسباق الخيل، والذي اشتمل على 6 أشواط، ونظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. حضر السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو. وقام سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة بتتويج الفائزين بكؤوس جلالة الملك المفدى، حيث قدم سموه كأس جلالة الملك للجياد العربية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما قدم كأس جلالة الملك لجياد النتاج المحلي إلى المضمر فوزي ناس، ثم قدم سموه كأس جلالة الملك للجياد المستوردة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما قدم سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة كأس الميثاق إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وقدم سموه كأس الرفة إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس تترسل سبرنت من ممثلي شركة تترسل. Thank you.
الله.